بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن هذه المحاضرة ستكرس إلى مثال حول نظرية كرامير رول لور باوند ونظرية الحد الأدنى للتباين، اللي هي الآن المثال هو Let x1, x2 إلى xn be a random sample from a Poisson with parameter theta. Find the efficiency of x bar for theta. من يقول لك find the efficiency، يعني جد أو بين كفاءة ال x bar. هالحالة ال x bar إحنا قلنا أي مقدر حتى نبين كفاءته لازم نقارنه ويا من؟ نقارنه ويا الكرامير رول لور باوند، نقارنه ويا الحد الأدنى للتباين. فالاكس بار حتى نجد الافشنسي مالته لازم اولا نجد الكرامير رول لور باوند. هذا الكرامير رول لور باوند، اذا اولا ان نجد الكرامير رول لور باوند من خلال نظريه كرامير رول، هو راح يحدد لي اقل تباين ممكن. بعدين اني اروح اخذ المقدر مالتي واحسب له التباين واقارنه مع الكرامير رول لور باوند واطلع الافشنسي مالته واشوفه هل هو افشنت لو مو افشنت كمقدر غير متحيز. الجي اوف ثيتا هنا عندنا الجي اوف ثيتا هو كاتب لي 4 ثيتا، اذا الجي اوف ثيتا شو منا استنتجه هي عباره عن ثيتا، تؤدي الى انه جي براين اوف ثيتا يعني المشتقه للثيتا، مشتقه الثيتا الجي براين للثيتا اللي هي بارشل على بارشل ثيتا المن للجي اوف ثيتا يعني مشتقه الثيتا كما هو معروف عندنا واحد. الان التوزيع هو عندي ال f of x و ثيتا الباسون، واضح هو ثيتا اس x اي اس، يعني نكتب اس x اي اي اس ماينس ثيتا على المضروب ال x اي كمضروب، وعندي الانتربال هو ال x اي، بحيث ان ال x اي هي القيم مالتها صفر واحد نقاط الى الانفينيتي. بهالحاله انه نظريه كرامير رول لور قائمه على انه ناخذ اللين المن للاف اوف اكس وثيتا، لين الاف اوف اكس وثيتا يساوي لنا لين المقدار الاول، يعني من يدخل على الباص راح يصير عندي لين ثيتا اس اكس اي ماينس زائدا لين الاي اس ماينس ثيتا ناقصا لين الاكس اي، لين الاكس اي فكتوريال. فمن يدخل على الثيتا اس اكس اي راح يصير عندي اكس اي لين ثيتا، وهنا بلس ويدخل على الاي، اللين من يدخل على الاي يلغي تاثيرها يبقى بس الاس ماينس، هي بالاساس مجموع ولكن لين اشاره الاس ناقص راح يصير عندي ماينس ثيتا، وبالنسبه لي ناقص لين المقام اللي هو يساوي لنا صفر. اذا اريد نكتبها ناقص لين انه الاكس اي فكتوريال بلس لين الانتربال للاكس اي. الان واضح عندي انه الان ابسط يعني انهي نتائجها بصوره نهائيه اكس اي لين ثيتا ماينس ثيتا، هذا راح يصير عندي صفر، هذا راح يصير عندي صفر، ينتهي عندي. اذا الان اخذ المشتقه بارشل ثيتا سوري بارشل على بارشل ثيتا المن للين الاف اوف اكس وثيتا، من ناخذ من المشتقه هذا الاكس اي ثابت، ومشتقة اللين الثيتا راح يصير عندي واحد على يعني واحد على ثيتا، يعني ثيتا راح يصير عندي بالمقام في مشتقة الثيتا اللي هو واحد ماينس مشتقة الثيتا اللي هي الثيتا هنا مشتقتها راح يصير عندي واحد، واقدر اكتبها بالشكل الاتي، اقدر اكتبها واحد المقامات راح يصير عندي ثيتا، راح يصير عندي اكس اي ماينس ثيتا. الان اخذ التوقع المن الى مربع المشتقه بارشل ثيتا لين الاف اوف اكس وثيتا كله تربيع، يعني راح اخذ التوقع المن لهذا المقدار
اكس اي ماينص ثيتا على ثيتا الكل تربيع. واقدر اكتبه بالصيغه الاتيه باعتبار الثيتا ثابت، اقول 1 على ثيتا بالمقام سكوير اخرجه، راح يصير عندي اكسبكتد اوف اكس اي ماينص ثيتا كله تربيع. اعزائي مثل ما تعرفون انه الاكسبكتد اوف اكس ماينص عندنا قاعده، القاعده شنو مفاتها؟ مفات هذه القاعده انه الاكسبكتد اوف اكس ماينص الميو كله سكوير شو يساوي لنا؟ يساوي لنا فاريانس اوف اكس، هذا يساوي لنا فاريانس اوف اكس. هنا بما ان الثيتا هو الميو اوف الثيتا شو يساوي لنا؟ الميو المن للبواسون، البواسون اذا الثيتا هي الميو، في الحاله ايش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي توقع هذا المقدار شو يساوي لنا؟ 1 على ثيتا سكوير، اذا فاريانس اكس. ففاريانس الاكس هي تتوزع بواسون، احنا نعرف ان التوزيع الوحيد اللي المين مالته يساوي الفاريانس مالته ويساوي لنا البارامتر اللي هو البواسون، اذا 1 على ثيتا سكوير فالمين هو راح يصير عندنا ثيتا. فالحاله يختصر ويا المقام راح يصير عندي 1 على ثيتا. الواحد على ثيتا هذا شنو هو؟ هذا هو عباره عن سوري، هذا عبارة عن الكرامير رو، كرامير رو لور باوند، يعني أي تقدير متحيز سوف لن يكون تباينه أقل، عفوا مو الكرامير رو، هذا سوري أعتذر، أنه هذا هو الانفورميشن فيشر انفورميشن، يعني هذا شو نسميه؟ نسميه فيشر انفورميشن، هذا اللي سميناه قلنا هو عبارة عن الآي أوف ثيتا، سميناه معلومات فيشر اللي راح يكون عندي بالمقام مال كرامير رو لور باوند. اذا الان اطبق قاعده كرامير رو لور باوند اللي هي الفاريانس اوف ثيتا، الفاريانس اوف ثيتا تي هو شيء يساوي لنا هنا، اذا الفاريانس، الفاريانس اوف تي جريتر ذان المشتقه تربيع يعني 1، او نكتب القانون العام مالتها، نكتب القانون افضل، اذا بما ان يعني هو القانون شو يقول عندي؟ يقول عندي الفاريانس اوف تي هو اكبر او تساوي الجي برايم اوف ثيتا، هذا كله تربيع، مقسوما على، مقسوما على انه ال ان اكسبكتد اوف البارشل على بارشل ثيتا للين الاف اوف اكس وثيتا كله تربيع. هذا المقدار راح يعني هو اكبر او يساوي هو نفسي تا الفاريانس اوف تي، ايش راح يساوي لنا؟ الجي برايم احنا طلعناه 1، 1 تربيع، هنا الان مضروبا هذا المقدار استخرجناه هو الاي ثيتا، هو نفسي تا الاي ثيتا، يعني احنا قلنا نقسم على الاي ثيتا، فالاي ثيتا هو عباره عن شنو؟ في 1 على ثيتا. اذا هذا المقدار ايش راح يصير عندنا؟ اكبر او تساوي الفاريانس اوف تي هو اكبر او يساوي هذا بالمقام ان على ثيتا، نرفع للبسط راح يصير عندي ثيتا على ان، ثيتا على ان هذا هو الكرامير رو لور باوند، يعني هذا is the smallest variance for امبايز استيميتر فور ثيتا، يعني ما عندي يعني ما عندي مقدر ممكن يكون تباينه اقل، يعني هذا اقل تباين ممكن ان نحصله في توزيع البواسون لاي مقدر متحيز. فبالتالي اذا اردت اقدر اي مقدر اخر اشوف انه الافشنسي مالته اقارنه الى كرامير رو لور باوند، يعني يمثل لي الحد الادنى للتباين. اذا هذا شو اكتب عليه؟ is the smallest smallest variance، يعني أقل تباين variance for an unbiased estimator of
تيتا، هو هذا أقل تباين ممكن. إذا أرد أوجد يعني سوف لن أجد مقدرا يمتلك أفضل من هذا من هذا التباين، يعني أقل من هذا التباين. إذا هذا هو ما يطلق عليه الكرامير رو لور باوند، أقل حد للتباين أقل مقدار هو نسميه الكرامير رو لور باوند. إذا الخطوة الثانية هو الإكس بار، الإكس بار إحنا نعرف به هو ش قلنا عليه is unbiased estimator، هو طلب من يمي أنا أشوف الإفشنسي مالته. إذا أقول الـ variance of X bar شي يساوي للإفشنت، أقارن variance and variance كونهم إنهم اثنيناتهم هم unbiased، فهو سيجما سكوير على N، وأنا أعرف هو بالنسبة للبواسون الـ variance مالته هو ثيتا على N. إذا الآن شو استنتجت؟ بما أنه الـ X bar امتلك عندي تباين مساوي لكرامير رولور باوند، إذا أستطيع أن أقول الـ X bar has smallest value أيضا. شلون عرفت اللي انقارنته مع كرامير رولور؟ possible ممكن. possible variance for an unbiased estimator of data. الافشنسي اذا هو طلب مني من احسب الافشنسي، الافشنسي اوف اكس بار ايكوال تو الكرامير رو لور باوند مقسومه على الفاريانس اوف اكس بار وتساوي افشنسي. اذا هنا طلع عندي ثيتا على ان، ثيتا على ان، والنتيجه يساوي لنا واحد. بما ان الافشنسي صارت واحد حسب قانون الافشنسي اللي اخذناه سابقا، الافشنسي يساوي لنا واحد، اذا هذه هي الان هو مور افيشنت، هو الاكس بار هو اذا هو الافيشنسي يتمتع بخاصيه الافيشنسي، سينس الاكس بار او سوري سينس الاي سينس الاي ايكوال تو 1 ذن الاكس بار از ان افيشنت estimator unbiased estimator of data. وبهذا نكون يعني نهينا هذا المثال. هذا الشيء يعني اذا انا حصلت على efficient، يعني بكلام اخر we do not، يعني احنا ما نحتاج بعد ندور على مقدر اخر، we do not need to consider another estimator of theta. يعني ما بعد انا ما احتاج ادور، يعني انا حصلت على افضل تقدير ممكن او افضل مقدر غير متحيز يمتلك اقل تباين ممكن، يتمتع بخاصيه الكرامير رول لور باوند الافشنسي مالته عاليه. وبهذا نكون وصلنا لنهايه هذا المثال، ان شاء الله نلتقيكم في الامثله لاحقا. فالى ذلك الحين الى اللقاء.